سلام البنات، توحشكم بزاف. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما شرحت لكم في الفيديو السابق اننا غنطرقوا في هذه الحلقه لباقي الواقيات الشمسيه اللي كيتمشاو مع باقي انواع البشره. ولكن قبل ما نبدا بغيت نتوجه بالشكر مره اخرى للناس اللي كيف ما العاده ما كيبخلوش عليا بالتشجيعات والمسانده ديالهم، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالهم. اذا نبداو على بركه الله. Fools like them, they serve me out and then they ghost. Girls like me are like a magnet to a knock. Can like a lighter from the ocean, I send them my devotion and tone of my thoughts. كما ذكرت لكم سابقا، من بين خصائص البشره الدهنيه انه كيكون فيها بزاف ديال الافرازات الدهنيه اللي كتخلي البشره مزيته ولامعه. فلهذا اخترت لكم واحد الواقي الشمسي اللي هو رائع وكيصلح لهذا النوع ديال البشره، والنتائج ديالو كيبانوا في اسرع وقت. وهذا الواقي الشمسي هو اول كونترول ديال لا مارك اوسيرين، اللي هي شخصيا لو كود كور ديالي، واللي الحمد لله عمرها ما حشمتني مع الزبناء ديالي. هذا الواقي الشمسي كيمتاز بحمايه عاليه بحيث انه كيحمي البشره من الاشعه UVA UVB والاشعه الضوئيه، وهو مضاد للمعان اونتي بريونس، كيمنح لمسه نهائيه جافه وغير لامعه. وبفضل التقنيات اللي فيه فهو كيتحكم في الجزيئات الدقيقه الماصه لدهون الجلد، وكيهدن الالتهابات بالنسبه للناس اللي عندهم حب شباب وتهيجات في الوجه ديالهم. هذا الواقي هو ايضا خالي من العطور، وغنوريكم دابا لا تيكستور ديالو. فوالا، هو انفيزيبل، لا تيكستور ديالو خفيفه وغير دهنيه، غير لزجة وسريع الامتصاص، وما كيسدش المسام. اما بالنسبه للبشره الجافه فغنقترح عليكم الواقي الشمسي ديلونغ اكستريم. بغيت نحدد واحد النقطه، ديلونغ فيه جوج ديال الانواع، كاين ديلونغ سنسيتيف اللي هو اخضر اللون، فهذا خاص بالبشره الدهنيه. اما النوع اللي غنهضر لكم عليه فهو كيف ما قلت لكم ديلونغ اكستريم برتقالي اللون، هو اللي خاص بالبشره الجافه، فهو واقي شمسي ذو حمايه عاليه ضد UVA UVB والاشعه تحت الحمراء. فيه تركيبه ليبوزوما اللي كتخلي الفعاليه ديالو ومده الحمايه ديالو كتوصل 8 ساعات كلينيكمون بروفي. وكيتكون ايضا من ثلاث عناصر، لالويفيرا اللي كتغذي البشره، لا فيتامين او اللي هو مضاد للاكسده، ولا جليسيرين اللي كتغذي وكترطب البشره، وهو مقاوم ايضا للماء، كما انه تقدر تستعملو البشره الحساسه ايضا، وما كيسدش المسامات باش ما كيتكونوش نقط سوداء اللي هما لي بوين نوار. نشوفوا لا تيكستور ديالو. ها هو كيف ما كتشوفوا فهو انفيزيبل، هو مرطب وواقي شمسي في نفس الوقت، هو كيتشرب بسهوله وما ما كيبقاش كيتلصق. فوالا، وما يمكنش نساليو السلسله ديال الحلقات اللي درنا على الواقيات الشمسيه بلا ما نجاوب السيدات اللي تواصلوا معايا عبر الخاص وسولوني على شنو هما لي زيكرون اللي يقدروا يستعملوا لوليداتهم في هذا الصيف. الو، غنقترح عليهم جوج ديال الواقيات الشمسيه. اول واحد غادي نبدا به هو ديلون كيت اس بي اف 50 بلس، يقدروا يستعملوه الاطفال ابتداء من عام. فهو حليب مكون من لالويفيرا، لا جليسيرين ولا فيتامين او اللي كيغذيو البشره ديال الطفل. وبالنسبه للواقي الثاني اللي غادي نتكلموا عليه هو او في بلوك ديال لا مارك ايزيس فارما. الوغ فوالا، ايزيس فارما او في بلوك كيت، فهو الاطفال ابتداء من 3 سنوات، ذو حمايه عاليه اس بي اف 50 بلس، وهو ايضا مرطب للبشره. الوغ الاشاره بالنسبه لطريقه الاستعمال، ما كنستعملوش مباشره على الوجه، ولكن كنديروه في يدينا عاد كنوضعوه على وجه الطفل، وخاصو يدار 20 دقيقه قبل تعرض الطفل لاشعه الشمس، ومن الاحسن نجدوا الاستعمال ديالو من بعد السباحه.
رغم استعمال الواقي الشمسي للأطفال، خاصنا نتفاداو ونعرضوهم لأشعة الشمس لمدة طويلة، ومرة مرة نعطيهم يشربوا الماء. كلمنا على السيدات والأطفال، والآن جا دور الرجال. جات عندي واحد سيدة وطرحت واحد الإشكالية وبغيت نشاركها معكم باش تستافدوا منها كاملين، واللي هي الزوج ديالها فيما كيدير شي واقي شمسي بحكم أن عنده اللحية، كيبقاو له بحال حبيبات بيضين في اللحية ديالو، حيت كياخذ واقي شمسي على شكل كريم. لهذا الواقي الشمسي اللي اقترحت عليها غادي نقترحه عليكم انتما ايضا، كيصلح للرجال ايضا، اللي هو سان سيكور اكستريم ديال لا مارك اس في ار. الوغ غنوريكم لا تيكستور ديالو، هو ذو حمايه عاليه اس بي اف 50 بلس. الوغ فوالا لا تيكستور ديالو ترانسبارانت، ما كتبانش، سي ان جيل. الوغ غنيطالي، هي رائحة زوينة. الوغ فوالا بحال ما داير والو. قبل ما نختم هذه الحلقة غادي نهضر لكم على الواقي الشمسي مفاجأة. مفاجأة حيت بزاف ديال الناس ما كيعرفوش، رغم أنه كيحل مشكلة كيتشكاو منها معظم الناس وخصوصا السائقين، اللي هي الكحولية ديال اليدين بسبب تعرضهم لأشعة الشمس. هذا المنتوج هو ميلاسكرين ما ديال لامارك دوكري، اللي هو عبارة عن كريم اليدين يوفر حماية عالية اس بي اف 50 بلس، يقوم ايضا بدور الحماية من ظهور البقع ويرطب اليدين، وهو ايضا جاء كحل للناس اللي عياو من استعمال القفازات خصوصا فصل. وبهذه المعلومة غنكون وصلنا لنهاية ديال هذا الفيديو، كيف ديما ما سخيتش بكم، نتمنى نكون ما طولتش عليكم وتكونوا استفدتوا معايا، وكيف العادة اللي عندها شي سؤال او استفسار تخليه ليا في لي كومونتير. Girls like me, I like a magnet to a knife.